فرحان خالص ان انا ابقى معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. اجمل حاجه النهضه، نهضه العذراء في كنيسه العذراء في بيكسلي ليها طعم مختلف خالص. ربنا يبارك في الخدمه في الكنيسه ويبارك في الاباء الكهنه. حلوني يا اباء. النهارده عايزين نتكلم على موضوع هو شويه صعب شويه، هو موضوع لاهوتي، بس نحاول ان احنا نوصله بطريقه او اخرى ليكم. موضوع النهضة السنة دي عن معرفة ابني، ابني اللي هو بيتكلم على يسوع المسيح، ابني، معرفة ابني، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلوا إلى كل ملء الله، معرفة ابني. لكن الموضوع اللي اختاروه الآباء حكمة الآب، فتلاقينا كلنا بنسأل إيه اللي جاب حكمة الآب لمعرفة الابن؟ ايه حكمة الاب ومعرفة الابن؟ بس الاباء متعمقين جدا ووصلوا لنتيجة هنكررها كل شوية، ان حكمة الاب هي الابن. حكمة الاب هي الابن، هي الابن، حكمة الاب هي الابن. الابن، انا قلت موضوع لاهوتي صعب شوية. الابن هو العقل الناطق أو نطق الله العاقل، هو حكمة الله وقدرته. يبقى لما أقول حكمة الآب يبقى هو الابن. تاني، عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل هو قدرته، هو حكمته. عشان كده بنقول إيه؟ في البدء كان الكلمة. يعني الابن هو حكمة الرب، هو حكمة الآب. من هنا الآباء وصلوا كده، لو احنا تعرفنا على حكمة الآب هنقدر نقرب من الابن شوية. مستحيل ان احنا نعرف نغطي او نقرب من حكمة ربنا، لان حكمة ربنا دي حكمة عالية قوي، عالية علينا قوي، ما نقدرش نفهمها كلها. الحكمة البشرية حتى لو كانت روحية ما تقدرش توصل للعلو ده، وما تقدرش توصل للعمق ده. ولكن بنعمل ايه؟ بنقرب كل شوية كده عشان نعرف حاجات عن ربنا. كل ما نقرب ونعرف خصائص من خصائص ربنا نحبه أكتر. على فكرة في ناس تقولك احنا بسطة قوي في الإيمان، احنا كده يعني بنحب ربنا كده بالإيمان، حلو خالص. ولكن لو تعرف أكتر تحبه أكتر، ولما تحبه أكتر تعرف تدافع عنه أكتر، ولما تدافع عنه أكتر يبقى الإيمان جواك أقوى ويبقى ليه معنى، وتعرف تجاوب على الرجاء اللي هو فيك. حكمة ربنا اللي هي بتوصلنا لإدراك محبته، توصلنا كده إن احنا نوصل كده نبص على محبة ربنا ونلاقيها إن هي جبل شامخ ما نقدرش نوصل لعلو هذا الجبل، أو بحر عميق جدا جدا. إحنا ناس محدودين، لينا محدودية، ما نقدرش نوصل لعمق محبة ربنا. عشان كده ناس كتير قوي بيتفقوا إن إيه، مهما إن إحنا قدرنا نفهم هتلاقينا بنفهم قشور بسيطة كده. عشان كده دايما بيقول بولس الرسول، بيقول إيه؟ نحن إيه؟ ننظر في مرآة، ننظر في لغز، ما نعرفش حاجات كبيرة قوي علينا، ولكن نتقرب منها، وكل ما نتقرب نحب أكتر، وكل ما نحب أكتر يبقى الابن جوانا أكتر، وكل ما يبقى الابن جوانا أكتر نحس إن احنا في الابن والابن فينا، مش كده؟ زي ما الابن في الآب والآب في الابن. حكمة الإنسان محدودة، ويمكن تخلينا نفكر إن إحنا كده عايزين نفهم حاجات ما نقدرش نفهمها، محدودة بالزمن ومحدودة بالعقل ومحدودة بالمكان ومحدودة بالتجربة. يعني كل واحد عنده تجربة معينة، إحنا عايشين في زمن معين، عايشين في مكان معين، حكمة محدودة. لكن حكمة الله هي إيه؟ حكمة لا نهائية. الله كلي الحكمة، وإحنا قلنا حكمة الله تساوي إيه؟ تساوي الابن. طيب، الفجوة بين الحكمة البشرية
والحكمة الله هي يمكن دي أساس العقائد المسيحية بتاعتنا بجد. يعني مثلا عقيدة تجسد المسيح، تجسد السيد المسيح في الإيمان، بتقف على الإيمان في الفجوة دي. العقل ما يقدرش يدرك، يعني لما نكلم ناس برة المسيحية يقولك إزاي الله كلي القدرة، إزاي الله العالي قوي، إزاي الله إله السماوات، إزاي الإله الخالق ياخد جسد إنسان ويتصلب على الصليب من أجل الإنسان. حاجة دي بعيدة خالص عن إدراك الناس، حاجة ما يقدروش إن هم يقدروا يفهموا، لكن إحنا بنفهمها إيه؟ بالإيمان. يعني الفرق من حكمة الله وحكمة الإنسان اللي هي بتعمل المساحة دي، هي دي المساحة اللي هي بنقول عليها الإيمان بتاعنا. الإيمان بتاعنا بيرتكز في كده، بننظر حاجات مش شايفينها، بنؤمن بحاجات مش شايفينها بالإيمان، بعين الإيمان. عشان كده إحنا بنؤمن إن طرق الله أعلى من طرقنا وأفكاره أعلى من أفكارنا، مش كده؟ عشان كده الإيمان بيوضح الغموض في هذا، في هذه العلاقة. طيب تاني، الابن هو أعيدها كذا مرة في الوعظة، الابن هو قدرة الله وهو حكمة الله. عشان كده احنا اتكلمنا عن حكمة الله. يبقى انا عايز اعرف الاول عشان اتقرب من معرفة الابن وحبه، كل ما بتقرب كده معرفة الاب يبقى لازم اعرف شوية عن الاب، لازم اعرف شوية عن الاب. الاب هو الذات الالهية الغير الظاهرة، لم يره احد. الاب لم يره احد، بيقول الله لم يره احد، الابن الوحيد الذي فيه هو في حضن الاب خبر. خبر يعني اتكلم عنه، اتكلم عنه. محدش شاف الاب. هتقولي طب في العهد القديم، اقول لك كل زهرات العهد القديم دي زهرات الابن مش زهرات الاب. حكمه ان الابن هو اللي يتعامل مع البشر. ليه؟ لانه هياخد جسد البشر في الاخر، هو اللي يتعامل معايا، هو اللي يظهر لي، هو اللي يقدر ان انا اشوفه. لو عايزين نتقرب كده نتعرف على حكمة الآب، وقلنا حكمة الآب اللي هو الابن، هنعرف قد إيه المسيح بيحبنا قوي قوي قوي، ونتلذذ بحب المسيح. عايزين نعرف إيه حكمة الآب في الخلق، وعايزين نعرف حكمة الآب في التجسد، وعايزين نعرف حكمة الآب في الفداء، وعايزين نعرف حكمة الآب في الدينونة وفي تحديد الميراث وكيفية الفوز بيه. هي دي الحكمة اللي ربنا، لما أفهم أحب أكثر. زي بالضبط كده واحد يشوف يقول له في حاجة حلوة قوي 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 في المكان الفلاني، يقول لك الله أنا حبيتها من غير ما أشوفها. واحد بيشرح لواحد شكل بدلة أو شكل لبس معين، يقول له البدلة الفلانية يقول له كذا ومش عارف، يقول لك أنا بحبها، لكن ما شافهاش. لكن لما يبتدي يشوفها يقول لك فعلا لونها حلو قوي، فعلا تفصيلتها جميله قوي. احنا كده، احنا دايما بنحب ربنا من بره، لكن عايزين نغوط كده شويه علشان نحبه اكتر، ونلاقي ان الصفات والخصائص اللي فيه بتقربنا ليه اكتر، ونلاقينا مشدودين ليه اكتر، عشان كده نوصل ان احنا نحبه اكتر. على الرغم ان احنا مش هنوصل للمحبه الكامله، ولكن على الاقل يبقى محبته متاصله في قلبنا. حكمة الآب في الخلق، كلمة خالق دي طبعا صفة لربنا وحده. الله هو الخلق، خلق من ايه؟ من عدم. يعني لما يجي يقول لك الناس اللي بتيجي، انا بقول ده موضوع لاهوتي، لما يجي ناس تقول لك الله طب ما احنا الانسان صنع حاجات كبيرة قوي، صنع مركبة الفضاء ومش عارف عمل ايه وعمل ايه، نقول له ايه عمل ايه؟ صنع لكن ما خلقش. صنع يعني استخدم مادة لمادة ثانية صنعها، لكن الله خلق من العدم. الله خلق من العدم. نلاقي حتى الله لما جه خلق الإنسان، الإنسان هو اللي بيصنع، عقل الإنسان اللي بيصنع، مين اللي خلقه؟ الله. يبقى الفضل كله لربنا. لما أعرف كده، لما يكون في عندي عقل والعقل ده بيقدر يعمل حاجة، أقدر أحب ربنا أكتر، أقول له
أشكرك يا رب على العقل اللي أنت اديتهوني علشان أقدر أعمل كده. أحب أكتر، فهمت إن هو خلق فيا هذا العقل، مش كده؟ كل حاجة خلقها ربنا خلقها لسبب، وكل حاجة عملها في الكون عملها بسبب، وليها مغزى وليها معنى. اللي يثبت ان الابن هو الخالق هنقول ايه؟ الاب خلق كل شيء بالابن. مش احنا بنقول الكلمة كان كلمة الله، وكانت الكلمة عن في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكانت الكلمة الله. مش كنا بنقول كده؟ ده من البدء. الكلمة ده مين؟ اللي هو الابن. الله خلق كل شيء بالابن. ليه؟ لأنه خلقه بعقله، بكلمته، بكلمة الآب، خلق بالابن. عشان كده بيقول بولس الرسول، بيقول إيه؟ الذي به أيضا عمل العالمين. يعني الله الابن ده هو عمل العالمين، مش كده؟ فالابن هو الخالق، ولكن الآب خلق بالابن، خلق بالابن. طيب، الله خلق ما يرى وما لا يرى، دي حاجة أشكر عليها ربنا. أقول له أشكر عليها ربنا، إيه الحاجات التي ترى وإيه الحاجات التي لا ترى؟ يعني لو نتكلم مثلا على المخلوقات اللي قدامنا، الحاجات اللي بنشوفها بعيننا دي حاجات ترى، لكن في حاجات تانية كتير لا ترى. يعني مثلا الأرواح، الملائكة اللي خلقها ربنا بنقدر نشوفها إلا لو ظهرت لنا بطريقة معينة. حتى الشياطين دي أرواح شريرة، نقدر نشوفها ما نشوفهاش إلا لو خدت شكل معين وظهرت فينا. حتى الإنسان، يعني لما أقول الإنسان عنده عقل، تقدر تشوف العقل بتاع الإنسان؟ ما تقدرش تشوف العقل بتاع الإنسان، العقل ده اللي بيفكر بيه. لما أقول الإنسان عنده موهبة كده، تقدر تشوف الموهبة؟ لا، تشوف نتيجة الموهبة ديت. علشان كده دي الحاجات اللي هي إيه؟ لا ترى، ما نقدرش نشوفها بعينينا. دي نعمة من عند ربنا. زي مثلا لو أنا أقدر أشوف الميكروبات اللي هي في الجو، ده أنا أتجنن، لأن إدراكي محدود. الله من محبته خلاني أشوف حاجات أقدر أستوعبها، أقدر أدركها. لكن الحاجات التانية كبيرة عليا قوي، ما أقدرش أدركها. لو شفت كل الحاجات دي يحصل لي إيه؟ يحصل لي كده إن أنا هلوسة، ما أقدرش إن أنا أشوفها. حكمة ربنا تخليني أشكره. اللي مش بعرف أشكره يقول له إيه ده يا رب؟ ده كل حاجة واخد بالك منها، أنا بحبك قوي. كل حاجة رب بتعملها، كل حاجة بتاخد من، يعني بتاخد بالك منها علشان مين؟ علشاني أنا، علشان أنا المخلوق. ما هو أنا مخلوق زي أي مخلوق تاني. أعظم خاصية في حكمة ربنا إن هو ضابط الكل. ده تخليني أحبه أكتر وأقرب منه أكتر وأفهمه أكتر. الله بيضبط كل شيء، الله هو ضابط الكل. مفيش حاجة بتحصل غير ما يكون ربنا إيه؟ هو اللي ضابطها. على قد إن عندنا حتى الإنسان اللي خلقه حقيقي خلق عنده إرادة، ولكن ليه برضو بيضبط هذه الإرادة؟ ما بيسيبهوش قوي كده إن هو يبهدل الدنيا، سبيشالي لما إيه؟ يأذي ناس تانيين. عندي إرادة وعندي وصية. الوصية بتحمي الإرادة بتاعتي. يعني لما ربنا يقول لي لا تأكل من هذه الشجرة، دي هي دي الوصية. يعني مش بيسيبني بإرادتي بس، ولكن بيديني وصية. يا رب المحبة دي، يعني ما سبتنيش كل حاجة واضحة كده، كل حاجة واضحة، ما تعملش كده، اعمل كده، روح الناحية دي، ما تروحش الناحية ديت. طب ولو ما عملتش اعمل ايه؟ يبقى عندي حلين، يا اما اتوب وارجع، يا اما ما توبش واعاقب. هو ربنا بيعاقب، بيسمح بالعقاب. يعني مثلا عقوبة الطوفان، قعد نوح يبني في الفلك قد ايه؟ 120 سنة. بيقول لهم ايه؟ خلوا بالكم هيحصل فيضان، خلوا بالكم هيحصل فيضان. سمعوا كلامه؟ ما سمعوش كلامه، كلهم ماتوا. سدوم وعمورة نفس الحكاية. لكن شوف الفرق بين سدوم وعمورة مثلا وأهل نينوى.
أهلي إن هو إيه تابوا فربنا إيه رحمهم. هي دي محبة ربنا. عشان كده أنا بقول له رب حتى مديني يا رب فرصة كل ما أعرف حكمته أحبه أكثر. مديني فرصة يا رب لو غلطت أتوب. يقول لك آه مديك فرصة لو غلطت أتوب. ولو توبت خلاص هنسى كل حاجة أنت عملتها ومش هعاقبك. عاقب فرعون لأنه ما كانش بيسمع الكلام مش كده؟ عاقب قورح ودثان وأبيرام لأنهم ما كانوش بيسمعوا الكلام. لو تابوا كان عمل إيه؟ كان رحمهم. لما نفهم إحنا حكمة ربنا في العقاب أفهم حكمة ربنا في قبول توبتي يحصل إيه؟ أحبه أكتر. إحنا عايزين نعرف الإبن وعايزين نحبه أكتر نقرب منه كده. أقول له رب طيب علمني إزاي ما بقاش عندي زي الناس دول. علمني ربي إن أنا أبقى زي أهل نينوى إن أنا أتوب وألبس المسوح وأنزل يا ربي من كراسي عالية وأنزل على الأرض يا ربي وأخبط وأعمل لك مطنيات وأقول لك يا ربي اقبل توبتي. يقول لي خلاص أنا قبلت توبتك. حتى الشيطان مخلوق تحت السيطرة. عمر ما ربنا يسيبه كده طايح في الدنيا كده. لا في سيطرة مسيطر عليه ربنا. يعني مثلا في قصة أيوب البار لما قال إيه؟ لما خد سمح له أنه يجربه في كل أمواله وممتلكاته بس. ولما جه يجربه في جسده قال له ولا ما تقربش من نفسه. شوفوا حكمة ربنا. قال له اوعى تقرب من نفسه. يبقى أنا ليه بخاف؟ ليه أنا بخاف دايما وبقول له يا ربي إلا هقول لك أنت ضابط الكل. أنا لما أعرف حكمتك في ضبط الكل في ضبط العالم كله أحس إن أنا في أمان. مش هيحصل لي أكتر من اللي أنت بتسمح يحصل لي بيه. حتى الشياطين تخضع له. الشياطين فاكرين القصة بتاعت الراجل اللي كان عليه لاجئون وشاف المسيح وأمر الشياطين قال لهم أمرهم إنهم يخشوا خنازير. الله له سلطان له سلطان على الشياطين. احنا ما نخافش منهم لان هم ايه تحت سيطره ضابط الكل. طيب لو احنا بنعرف ان ربنا ضابط الكل نقول له ربي ليه المتاعب والحاجات اللي بتحصل لنا كتير دهيت. نفس الحكايه سالها ارميا قال له ابار انت ربي من ان لا اخاصمك ولكني اكلمك من جهه كلامك من جهة أحكامك أكلمك رب. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ يمكن ربنا نفس الحكاية برضو جدعون. أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه كلها؟ بتهيالي حكمة ربنا sometime بيسمح علشان ناخد بركة وعشان نتعلم حاجة. ولما نتعلم أقول أشكرك رب حبيتك أكتر. صدقني حبيتك أكتر لأني فهمت كل حاجة بتحصل لي في حياتي بحكمة وبسمح منك وانت ضابط الكل. يقولك أنا أقدر أوقف الأشرار وأقدر أحاكمهم. يعني مثلا في قصة داود لما أبطل مشورة أخي توفل مين اللي عمل كده؟ ربنا مش كده؟ هقوله يا رب زي ما أبطلت مشورة أخي توفل ابطل يا رب مشورة كل المعاندين ليا. يقولك حاضر هبطل هذه المشورة مش كده؟ داود لما كان في ايد شاول وكان هيقتله وكان ايه اللي حصل؟ حما ربنا لم يسمح لشاول ان هو بيزي. طب ليه رب سمح لي كل ده داود؟ عشان بحبك قوي. بحبك قوي ليه؟ لان ايه دخلت المعصره فايه فانتكت شهد المزامير. هو كده دخل المعصره معصره الالم فايه انتك شهد المزامير. ده اجمل حاجه في ربنا حكمه في الالم. sometimes الواحد يجيله كده مرض صعب قوي او يجي لحد من يعرفه مرض صعب ويقول رب حكمتك في ايه كده؟ يقول لك عشان عايز اشوفك على ركبك عايز اشوفك رافع ايديك. اول ما ترفع ايديا وتلاقي الدموع نازله منها انا بحبك قوي يا رب اكتر. قد ايه يا رب الوقت الضيقه ده قربت منك قوي قوي قوي. قد ايه يا رب نقتني من خطايا كتير قوي كانت عالقه بيا وكانت ملوثاني. حكمة ربنا اللي هي بتحببنا فيه أكتر حتى في كل أعماله. طب وتيجي يا ربي هل مثلا هتسيب اللي بيظلموني كده؟ لا مش هتسيبهم. أنا مش هسيبهم. ما تخافش حقك عندي.
عارفين لما ربنا يقول لي كده حقك عندي. لما جه شاول ايه اللي حصل لشاول في الاخر؟ شاول مات وعملوا ايه؟ قطعوا راسه وصلبوه، مش كده؟ دي حاجه عار على ملك. ابشالوم حصل له ايه؟ يقول لك شعره مسك في بطنه، وبعد كده جه يؤاب ونشبه كده بثلاث اسهم، وجم الشبان اللي حواليه كملوا كمان عليه قتل. هو ده عقاب الله، عقاب الله. قايين لما قتل هابيل قال ايه؟ قال له ايه؟ كل تركوا تائها في الارض، هاربا في الارض، كل من وجدك يقتلك، كل من وجده ايه؟ يقصره. مضطهد الكنيسه اللي بيضطهدوا الكنيسه، شوفوا كل العصور، دقلديانوس، وشوفي كل الاباطره اللي اضطهدوا الكنيسه. سابهم ربنا؟ ما سابهمش ربنا. ليه؟ لانك انت ابني، اللي يمسك يمسني، ما تخافش، انت ليا وانا ليك. عشان كده نقعد كده اقول ربي حكمتك فرحتني، انا ما كنتش فاهم، لكن لما قربت منك فهمت، حبيتك اكتر واكتر واكتر واكتر. هو ده، هو ده ربنا. احنا دايما كمان بنشكر على المتاعب المرئيه اللي بينقذنا منها ربنا، لكن صدقوني في متاعب كتير خالص 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 ما بنشوفهاش بينقذنا فيها ربنا. حكمته، حكمته كده هوت. خلينا كده دايما نقول ايه؟ ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين ايه؟ يحبون الله. كل شيء، كل شيء، حتى الاشياء اللي انا شايفها صعبه، صعبه اه، ليه حكمه صدقني يا حبيبي، ليه حكمه. اقول له يا رب خلاص امنت. عشان كده بقول لكم ايه يا احبائي، على قد ان هو موضوع لاهوتي، لكن كل ما نعرف حكمه ربنا ونتعلم ونشوف حكمته ايه في الماضي وحكمته في كل حاجه، الاقي نفسي كده حبيته قوي، وتلاقي نفسي حصل لي قبول، اقبل، اقبل كل حاجه تحصل لي، واقول ايه؟ كل اللي بيحصل لي بسماح منك. طيب حكمه ربنا في التجسد، ايه ده يا ربي؟ ده ايه حكمتك في التجسد؟ هو في اله؟ الاله اللي هو ايه؟ ملك الملوك. ممكن الخالق ياخد شكل مخلوق؟ ايه ده؟ ده حاجه كبيره قوي. عشان كده الديانات الاخرى ما بتستوعبش كده. ازاي؟ يقول لك ما انا خلقتك على مثالي. شوفوا حكمته من البدايه، لما جه خلقني، خلقني على مثاله، في فكره، في فكره فدائي. الله كان في فكره ان هو يفديني، مش كده؟ في فكر ربنا. ولما يفديني يعمل ايه؟ يقول لي لازم ابقى زيك، اخد جسدك اللي غلط ده. الحكم صدر بموتي، الحكم صدر عليا بالموت. الله لا يرجع في كلامه ابدا. ما كانش ينفع ان الانسان يتوب والموضوع يخلص على كده، لا، لان كان لازم حكم الموت يتنفذ. طب هيتنفذ في مين؟ هيتنفذ في انسان؟ لا، ما فيش انسان يقدر يفدي البشريه كلها، الانسان يفدي نفسه. طب ما مين؟ خالق الانسان هو الذي يفدي الانسان. حكمه، خالق الانسان هو اللي بيفدي الانسان. يجي المسيح ويتجسد من عذراء، ياخذ شكل جسد تواضعنا ويبقى زيي. ليه؟ علشان اعيش عيشتك واحس احاسيسك واعيش معاك وافهم كل ما تعبك، ويحصل ايه في الاخر؟ اموت عنك. الاله المتجسد، الاله الكامل والانسان الكامل يموت عن ايه؟ يموت عن بشريته اللي هو خلقها واللي هو كونها. حكمة ربنا في كده. أنا اخترت إن أنا ما أطيعش الوصية، أنا اللي تعديت، مش هو اللي تعدي. وزي ما قلت لكم في الأول، هو كان حكيم جدا إن هو إداني حرية إرادة، ولكن إداني وصية لا تأكل. أنا عندي إرادة بس قال لي لا تأكل. زي دلوقتي ربنا يقول لي إيه؟ ما تعملش الحاجة الفلانية. طب وأنا أعملها وأجي أشتكي؟ طب ما انا قلت لك ما تعملهاش، انت بتعملها ليه؟ وانت لازم ان انا اقودك؟ وانت عايز تعيش عبد ولا تعيش ابن؟ حكمه ربنا انه يخليني ابن مش عبد.
الابن لها حرية ولكن العبد يؤمر. الله عمره ما يؤمر، ولكن الله يديني الحرية دهيت. أقول له يا رب ده أستاهل أنا ده كل ده؟ أستاهل يا ربي حبك ده؟ كل ما نقرب نحبه أكتر، كل ما أفهم بيعمل إيه أحبه أكتر. كان لازم المسيح اللي هو الخالق أن يخلق، أن يعيد خلقنا من جديد، طبيعة جديدة. كان لازم يديني طبيعة جديدة بمعمودية، بميلاد جديد، مش كده؟ كان لازم أن يقدم الجميع إلى الآب، هو كده في جسده. عشان كده يقول لك إيه؟ تراه قدام الآب، قدم ذبيحته الكفارية قدام الآب، فقبله، اشتمه أبوه، اشتمه، مش كده؟ شاف الدم بتاعه وشافه، قال له إيه؟ أنا اتذبحت جسد البشر، جسد البشر، اتذبحت عن كل البشرية. حكمة، حكمة رائعة من ربنا. طيب، كان لازم يعمل كده عشان يبطل الناموس، مش كده؟ اللي كان الناموس كان الحكم ايه؟ هلاك البشر. فكان لازم المسيح يعمل كده، كان لازم المسيح يعمل كده، وعشان كده يعيدني الى عدم الفساد، يرجعني لطبيعتي الاولى. طبيعة حلوة قوي. اقول له الله فهمت، فهمت انت ليه كنت بتعمل كده، فهمت انت ليه خلقتني على صورتك، فهمت ليه انت اتجسدت من بطن العذراء، فهمت ليه انت خدت جسدي، ما كان ممكن يظهر وما يتولدش. كان يجي كده يقولك ايه؟ يظهر، يجي ربنا كده من غير ما يتولد، من غير ما ياخد جسدي. لا 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 لا، انا اخد جسد زيك، اخد جسد زيك، ولكن ايه؟ جسد بغير فساد. طب تعمل ايه يا ربي؟ اتصلب. جميل قوي، جميل قوي. واحد من علماء اللاهوت قال ايه؟ الصليب هو حجر الزاويه الاخر للايمان المسيحي الذي غالبا ما يبدو مربكا من منظور بشري. طبعا العالم لما يشوف المسيح مصلوب يقول مين العبد المذلول ده، لكن احنا لما نشوف الصليب نقول ايه؟ هو ده سبب فدائنا وسبب خلاصنا وسر قوتنا. انت لا تتخيل قوة الصليب، لا تتخيل. انت تتخيل تفهم قوة الصليب، حكمته كده. لما يكون واحد عليه روح شريرة وانت في ايدك صليب، لا تتخيل قوة الصليب اللي في ايدك دي اللي ممكن تعمل فيه ايه. لا تتخيل، تقول ايه ده رب ده؟ القوة دي العالم لو يشوف القوة دي يخضع لك ويحبك ويؤمن بك، يؤمن بصليبك ويؤمن بقوتك. يقول لك ايه؟ ضحى بنفسه، هو الفعل النهائي من التضحية بالنفس. ما فيش حد يقدر يعمل كده. هوت حكمة ربنا إن هو يتصلب من أجلي عشان أحبه أكتر، عشان أحبه أكتر. حتى لو أنا مش قادر أفهم، أو ناس كتير أوي مش قادر تفهم، تقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هوت عشان كده إحنا المسيحيين لما نيجي نتعامل مع ربنا نتعامل معاه إيه؟ كأب. أقول له إيه؟ يا أبويا واثق إن أنا ليا مكان معاك، واثق إن أنا رايح السماء، بحبك قوي وبيحبني قوي. لكن أي ديانة أخرى، الله ده حاجة كده يعني بعيدة خالص، أب إيه يا عم وكلام إيه؟ الله الأعمال معرفش رايح فين. اتكلمت مع كذا واحد من الناس اللي هم مش مسيحيين ويقول لك ما عرفش نهايتي ايه، لكن احنا انا متاكد وواثق بنهايتي. يجي كده احد المنتقلين ونبص له كده نقول ايه؟ احنا عارفين انت رحت فين، انت ارتحت، انت ارتحت، اتنيحت في الرب، مش كده؟ حكمه ربنا ان هو يقربنا منه بالطريقه دي ويعتبرنا ايه؟ اولاد، مش عبيد. كان لازم لأقنوم الابن أنه يتدخل ويحل الإشكال، لأن حكمة الله كانت لازم تتدخل في الموضوع ده. القديس بولس بيقول إيه؟ حكمة الله وقوة الله اللي هو الابن، مش كده؟ يسميه في سفر الأمثال إيه؟ بيسمي الله إيه في سفر الأمثال؟ الحكمة، الحكمة. عشان كده إحنا لما بندرس الحكمة النهاردة، حكمة الآب دي خاصية من خصائص الله
الممتعة اللي تخليني كده كل ما افهمها وافهم عنها احبه اكتر واكتر واكتر. وتخش كده بيقول لك كده بولس يقول دخلنا في بحر السباحة العميق ما تقدرش توصل ما تقدرش. عشان كده احنا كنا بنستغرب الناس اللي بتقعد في الصحراء ده هي بيعملوا ايه. ده حاجة عمق 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 حب وعمق علاقة وعمق كلام مع الله. الله بيديهم هذا. وعلى قد ما بتحب على قد ما ربنا ايه بيفتح قلبك. طيب عشان ما طولش عليكم، حكمة الآب في الدينونة، ايه حكاية حكمة الآب في الدينونة؟ هو الآب هو الذي يدين ولا الابن الذي يدين؟ احنا قلنا ايه حكمة الآب تساوي ايه الابن، مش كده؟ قلنا حكمة الآب تساوي الابن. لأنه يقول لك إيه؟ لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. ليه؟ ليه يا رب؟ ليه اديت الدينونة للابن؟ ليه؟ ليه؟ لأن الابن هو الذي تجسد. حكمة ربنا كده. الابن هو الذي تجسد وشعر بضعف البشر. أنتوا عارفين لما واحد يجي يقول لي أنا عملت حاجة وأنا أكون عايش فيها أبقى فاهم. أبقى فاهم. لكن لو أنا وصلها كده من بعيد هفهمها إزاي؟ مش هفهمها. لكن هو اللي شعر بضعف البشر وهو أتى ليعطينا الحياة. فاللي بيديك الحياة له سلطان أن يحكم عليها. مين اللي اداني الحياة؟ الابن اداني الحياة، يبقى هو اللي يحكم على حياتي في الآخر. عشان كده الله الآب أعطى الدينونة في الابن. وكما خلق الآب العالم في الابن فهو يدين العالم بالابن. لو احنا قلنا خلق بالابن، مش هو كلمة الله؟ كلمة الله بكلمته خلق العالم، بكلمته خلق كل حاجة، يعني اللي هو بالابن. كما خلق الآب العالم في الابن فهو يدين العالم بالابن. انا عارف موضوع تقيل شوية، ولكن لما نفهم نقرب كده شوية ونحب ربنا اكتر واكتر. طيب اخر نقطة عشان ما اطولش عليكم، حكمة ربنا ان هو يجهز لي مكان في السماء. ايه ده ربي؟ ده الحياة الابدية. ايه الحياة الابدية؟ الوجود الى الابد في حضرة الله. حاجة بقى روحة ما احنا ما شفناهاش. يعني لما حد يجي يقول لي اقول له ما شفتش، بالايمان بشوفها بعين الايمان، لكن انا ما شفتش. لكن ما حدش يقدر يوصفها. يعني 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 بولس وصل للسماء التالتة بس، وقال لك يعني الرجل الفيلسوف ده قال لك يعني حاجات لا يسوغ ان ينطق. مش عارف يقول ايه، مش عارف. ما لو دخل لسماء السماوات، مفيش حد دخل سماء السماوات الا اللي ايه اللي نزل من السماء اللي هو إيه؟ ابن الانسان. لكن انا بقول حاجات ما نعرفش ان احنا نتكلم عنها. هي دي الحياه الابديه. هو ده الميراث الروحي اللي مستنيني فوق، الميراث الذي لا يفنى ولا يضمحل ولا ايه ولا ينتهي. ميراث ثابت ليه؟ عشان كده بقول لك ايه، ان ميراثي، داود يقول كده، ان ميراثي لثابت ليه، إن ميراثي لثابت لي. طب إزاي أوصل للميراث الأبدي ده؟ أول حاجة الاستعداد بالتوبة. عشان كده في صلاة نص الليل دايما نقول إيه؟ توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، أن طراف القبر لا يسبح ولا يسبح الموت من يذكر، وأنا في الجحيم من يشفع، أن عظيم من القادر الكسر، تضرعي يا المخلص بالتوبة. تلاقي بتصرخ كده، تلاقي صرخات 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 صرخات، شغال سريع قوي 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 فيها كده، توبي توبي توبي. الواحد بكت نفسه كده، توبي. طب هتوب عن ايه؟ الله يفتح عينك تتوب عن ايه؟ كل شويه يفتح عينك. حكمه ربنا ان مش موريك كل حاجه مره واحده. انتوا عارفين لو شفت كل حاجه جوايا مره واحده يحصل لي ايه؟ يحصل لي احباط، يحصل لي احباط. ولكن كل شويه بشوف حاجه، كل شويه بفهم حاجه. يبقى التوبه. تاني حاجه الجهاد، اجهد. الإنسان اللي بيجاهد يقدر إن هو إيه يوصل. أنا بقول كده عناوين بسرعة. ثالث حاجة الالتصاق بوصايا ربنا. ربنا حنين قوي 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 قوي. حكمة إن هو يديني وصايا، أعمل كذا وما تعملش كذا، سوي كذا وما تسويش كذا. لو أنا التصقت بوصايا ربنا يبقى هبقى فعلا ابن لله. لكن لو أنا ما التصقتش بوصايا الله أبقى إيه؟ ما بقاش ابن، أبقى عبد، أبقى عبد. أخيرا بقى عشان نخلص، التسلح بكلمة الله، التسلح بكلمة الله.
لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونيازه. كلمة ربنا، كلمة ربنا هي اللي بتدين أي انحراف جوايا. كلمة ربنا اللي هي الإنجيل، اللي هي بتفتح عيني على المسيح اللي ما بشوفوش. انتوا عارفين أشوف المسيح فين؟ ورا كلمات الإنجيل. كل ما أقرأ كده ألاقي المسيح ورا الكلمات دهوت. عشان كده احنا بنكلم الله في الصلاة ونسمعه بإيه؟ بالإنجيل. نكلم الله بالصلاة ونسمع صوته في الإنجيل. هي ده السلاح بتاع ربنا. كلمة ربنا اللي بتكشف أعماقي، هي دي اللي بتعلمني ازاي أتوب. لأني بشوف أنا فين، إيه المطلوب مني وإيه اللي مش مطلوب، وإيه الحاجات المفروض إن أنا أعملها. هي دي كلمة ربنا. كلمة ربنا اللي هي بتوريني حب وحكمة الله. وكل ما أتقرب كده من حبه وحكمته، أحب أقرأ أكتر في كلمة ربنا. كلمة حية، كلمة حية لها قوة الحياة. كلمة ربنا لها قوة الحياة، ما فيهاش موت. كلام الإنجيل كلام حياة وليس موت، فعالة، لها ثمر، بتثمر فيا. انتوا عارفين عاملة زي أرض كده هوت، كل ما ترمي وتحرد فيها كلمة ربنا بتحرد في قلبك، تعمل ايه؟ تثمر، تأتي بثمار، تأتي بثمار كثيرة. آخر حاجة اللي هي ايه؟ ليها حدين. ايه هو الحدين؟ الحد الأول بيقطع بيه ربنا، ده سيف بيقطع بيه ربنا ايه؟ حب الخطية اللي جوايا. شوف كلمة ربنا، لأن من كتر ما بقرأ عنه ومن كتر ما بتقرب ليه ومن كتر ما بحبه، ما بحبش ازعله. عرفته، عرفت حكمته، عرفت صفاته، ازعله ازاي؟ بحبه قوي، ما ازعلوش. فعشان كده بتقطع حب الخطية من قلبي. والحد التاني ايه؟ دينونة ليا. ليه؟ لأن أنا قلت لك، وأنت مصر إنك أنت تعمل. هي دي حكمة ربنا، خارقة بتصل إلى مفارق النفس، مش كده، مفارق النفس والروح. تلاقي كده تدخل كده للعمق في كده. sometimes ناس تقعد ترى الإنجيل، يقعد في كلمة يقول أنا قعدت فيها ربع دخلة جوه قوي قوي قوي، حاسس بيها قوي يا ابونا. أقول له آه، ما هي كده كلمة ربنا. في الآخر عايزين نقول إن إحنا كل حاجة عملها ربنا بحكمة. الحكمة دي تخليني أحبه أكثر وتقربني ليه أكثر وتخليني أعرف عنه أكثر. ولكن صدقوني، مهما حبيته مش هتوصل لحبه، مهما فهمت حبه ليك مش هتقدر توصل له. أنا قلت كأنك إيه؟ كأنه جبل شامخ أو كأنه بحر عميق غويط، ما تقدرش توصل لنهايته. ربنا يدينا نعمة ويدينا حكمة إن إحنا نقرب من حكمته شوية، نقرب كده، وكل ما نقرب نتعلم، وكل ما نتعلم نحب ونعرف الابن عن طريق الآب، لأن الابن هو حكمة الله وقوته. لإلهنا له كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.